بالفعل، حيث عاد الرئيس حسني مبارك بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد تماثل سيادة الشفاء إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له بمستشفى هالتبرغ بألمانيا. كان في استقبال الرئيس مبارك لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي الليلة الماضية كبار رجال الدولة، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب والشورى وشيخ الأزهر والبابا شنودة الثالث وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. بسلامة الله، عاد الرئيس محمد حسني مبارك مساء السبت إلى أرض الوطن بعد تماثله للشفاء إثر عملية جراحية ناجحة أجريت له بمستشفى هايدلبرغ بألمانيا لاستئصال الحوصلة المرارية. كان كبار رجال الدولة في استقبال الرئيس حسني مبارك لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي. في مقدمتهم دكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وفضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوزير عمر سليمان، والسادة وزراء الإعلام والثقافة والداخلية والعدل والمالية والطيران المدني والتنمية المحلية والتعاون الدولي ومحافظ جنوب سيناء. وقد هبط الرئيس حسني مبارك سلم الطائرة بصحبة السيدة سوزان مبارك قرينة سيادته بعدما وصلت الطائرة مطار شرم الشيخ الدولي، حيث كان برفقة سيادته باقي أفراد الأسرة. واستقبل الرئيس حسني مبارك وسط مشاعر مفعمة بالحب من مستقبليه، كما اصطف حرس الشرف على جانبي سلم الطائرة لتحية الرئيس مبارك الذي صافح كبار مستقبليه وتجاذب معهم أطراف الحديث، كما صافح كبار قادة القوات المسلحة والشرطة. وقبل أن يستقل الرئيس حسني مبارك السيارة، أهداه المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصحف الشريف، ثم غادر سيادته عقب ذلك المطار.